انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تصعيد إسرائيل المتواصل في حربها على لبنان، واتهمها بدفع الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة. تعهد الصفدي عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت بمواصلة تقديم المساعدات للبنان. واستعلاء المملكة تقديم كل ما تستطيعه من مساعدات إلى لبنان الشقيق لمواجهة تبعات هذا العدوان الغاشم الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، استباحة لسيادة لبنان، وإمعانا في العدوانية الإسرائيلية التي رأيناها بدأت ومستمرة في غزة وانتقلت الآن إلى لبنان وتدفع المنطقة جميعها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة.